اليوتيوب نحييكم ونلتقي معكم في هذا الإطار مع اللاعب والمدرب القدير سيد محمد حنكوش اللي استضفنا اليوم ونتشرف بقدومه معنا وحولنا، وكما نستضيف السيد محمد صنور بن صنور صديق من بين الأنصار تحت حب العباس للأوفياء، كما نستضيف على يميني السيد ربيع زبير رئيس لجنة الأنصار تحت حب العباس، اللي من بعد غادي نحاوروهم ونشوفوا واش اللي يطلبوه الجماهير الرياضية حول ونشوفوا الفرق تاع الغرب الجزائري اللي راها نقولوا تقريبا نقولوا راها في انفجار بكل صراحة، لأن الفرق تاع الغرب اللي كانت تلعب أدوار كبرى واللي مدت لاعبين كبار نتاع الخضر بلومي نتاع العمر نتاع حب العباس نتاع القريبة طويلة ما بقتش نحب هذا البكاء القلم، ما مشي حكوش لعبوا إلى دوري في الفوتبول الجينيا ودوك راهي بنت كمربي كونترينر في الصنفي هكذا. سي حنكوش محمد بارك الله فيك، نشكركم على هذه الانفيتاسيون، والانفيتاسيون هذه نعطيها قيمة كبيرة باسكو جاي بالعباس فريق اللي يعني نجم نقول فوت فيه ثلاث سنوات، يعني من احسن سنوات في حياتي الكرويه، زياده على شيء نشوف شي زبير اللي هو من كنت انا هنا كان هو صغير وبابه الله يرحمه كان صديقي وكان اخي وكان انسان يحب الكره وشي اللي نطلبه يعني الحصه هذه تفوت في ظروف مليحه ونتمنوا ما نكونوش ثقال على الناس اللي يتفرجوا فينا. انا بديت في معسكر ويعني يعني القرايه نتاعي وصلتني للحراش وين لعبت ربع سنين، من فما وليت سينيور وسينيور لعبت واحد العامين في معسكر وليت انا بالعباس ثلاث سنين، ومنا يعني مشيت لفرنسا وين قعدت 12 عام. يعني المشوار كلعب بالك قصير بارابور للمشوار تاع التدريب، لاخاطر تسمى من 1980 وانا مدرب لحد الان. وشنو الفرق اللي دربت؟ اولا بديت التدريب في فرنسا في جوج تاع ليزيكيب تاع يعني تاع درجه تاع شرف ديفيزيون دونور، عامين في العامين اربعه، ومنين دخلت هنا روحت المستغاليم يعني داروا لي ان كونترا تاع ثلاث سنين، من فما عامين في معسكر ثلاث سنين في بلعباس ومن فما ربع سنين في تونس مولدي طهران جمعية طهران شباب بلكور الاخرى هذيك السياسي تاع قسنطينة اللي دينا معاهم لقب ناسيونال اون كوب دالجيري مع مولدي طهران كوب دالجيري مع سي ار بي وعدة يعني ألقاب والحمد لله. الحاجة اللي نتأسوا عليها سي كلا كارير راهي مورا ماشي قدامنا، ولكن الحمد لله والكرة هذه واش عطاتني أنا شخصيا عطاتني عرف الرجال ولابروف راني هنا في وسطكم، ويعني للمضحكة منين انا اللي لقاني نلعب في الشارع هو واحد السيد كان شرطي هو دالي الكره، والمهم على خاطر الكره راه سنيت المعسكر قال لي لو كان ما تسنيش المعسكر ما نعطيش الكره. المهم لماذا راني نقول هكا سي خاطر من نسيب روحي في مشاكل في الكره، يعني نبقى نقول لي هذا الشرطي علاش جابك ليا واش جابك ليا يا خويا، بصح ملي نشوف روحي في 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 جو كيما هكا مع خواه نقول الحمد لله اللي ربي جاب لي ذاك الشرطي. دونك مشوار طويل ما نجموش ننساوه، ولكن قلت لك شديت انا العرف تاع الناس وين ما يروح الانسان الوجه احمر وين ما يروح الانسان، وصلت حتى درت حتى الفريق الوطني في مقابله واحده ضد كوت ديفوار شرف كبير، وانا ما درنا لا كونترا لا والو قال نربحوا صحيح وان شاء الله صحيح. هذه ثاني تعطينا النظره على النيه اللي كانت
اللي كانت يعني فينا في كرة القدم اليوم هي راهي أخرى. اليوم كان شي صوالح يعني نتأسفوا عليهم منين يعني لي بارون تاعنا ولا لي بارون تاع بعض الأولاد يحبسوا ولادهم باش يقولوا راه تلعب الكرة. يعني سا سي تري غراف. منين سمعت سي ربيع قبيلة يتكلم وما كنتش عارف انا بلي رئيس يعني الكلوب سيبورتير يعني وشي اللي نقوله هو فهموني انت ولد بوك بمعنى الكلمه سيتادير كو ما تنجمش يعني تخالف على الافكار ولا التربيه تاع الوالدين دونك ما تكون الا فايده اللي يسم بها. انا نبدا نتكلم مع ولدي مثال نقول له ولدي ممنوع عليك انت دير حاجه ماشي مليحه خاطر انت مازال ما عندكش اسم يقولوا ولد حنكوش دونك نتمنى يقولوا من جبد ولد حنكوش يقولوا حاجه زينه دونك انت ولد الحاج الله يرحمه دونك اوبليغاتوارمون ان شاء الله تكون على راس الفرقه وان شاء الله بريزيدون ولا حاجه يعني باش تعاودوا تزرعوا هذيك التربيه والمحبه والخوه. ولوراني هنا قلتها قبيله خويا محمد سي تان ريزرفوار كبير تاع الكره غير ما نعرفوش وين نروحو نجيبو برك ويا سي تري فاسيل نروحو نجيبوهم غير هنا خاطش علاه نقول لك علاه خاطش لو نيفو في الجزائر ولا شفت من التروازيام ديفيزيون حتى بريمير ديفيزيون قاعدين نجمو يلعبو ذافيده بكري نو بكري نو من طيب بكري في بلعباش ما تجيش تقول عمر تجي تقول صالحي قلت له صح اليوم اي واحد عنده 17 فينا في كرة القدم اليوم اللي هي اخرى اليوم كان شي صوالح يعني نتاسفوا عليهم منين يعني لي بارون تاعنا ولا لي بارون تاع بعض الاولاد يحبسوا ولادهم باش يقولوا راه تلعب الكرة يعني سا سي تري غراف نقولوا الناس من الثقافه ومن والتربيه وكل شيء باش نبحثوا من الكره باسكو الكره ولات اليوم نتكلموا على منين نتكلموا على الكره نتكلموا على دينا قبل الاستقلال بالكيب دو فلان هذيك سمحوا في ديارهم في درهمهم في صوالحهم كل شيء وراحوا في سبيل الوطن شعلوا واحد المشعل وحنا جوست ابري حنا جينا هذا في المشعل مشعل شويه بصح الجيل اللي جا مورانا يعني ولا طفى هذاك المشعل ولا ولات الكره ولات غير الدراهم ولكن ما احنا ماشي ضد الدراهم ولا ولكن الدراهم نورمالمون على حساب لو نيفو تاع اور لو نيفو ني با اون رابور مع الدراهم هذول اللي مصورهم ولادنا دونك يعني رانا في وقت شويه سعيد يا هما الدراهم بزاف يا هو النيفو طايح.